اعتناء السيارات الكلاسيكية هي أحد أبرز الهوايات الحديثة في المجتمع السعودي التي يحدوها الحب والشغف ويصحبها التكلفة والعناء، الأمر الذي جعل لهذه الهواية جمهورها الواسع من كل طبقات المجتمع وصنعت لأصحابها نافذة الشهرة والاهتمام المجتمعي. صاحب السيارة الكلاسيكية من نوع دوج باور ويجون موديل 1960. الهواية هذه عندي من عمري 16 سنة وأنا أتبناها، والحمد لله رب العالمين لها جمهورها، وشيء ممتع بالنسبة للمالك وبالنسبة للمشاهد، ومن المشاهد يعني سواء من الجنسين الذكر أو الأنثى، الكبير والصغير، يعني حاجة ممتعة لهم، ونتمنى تبني هذه الهواية. هواية جميلة شدت الجنسين الرجال والنساء، وخصوصا كبار السن، يعني أنا لاحظت كبار السن أنه جذبتهم بشكل كبير صراحة. مبالغ طائلة وأوقات طويلة تأخذها هذه الهواية لجمع نوادر السيارات وأقدم موديلاتها لتصبح محط أنظار الناس ومحل اهتمامهم، لتشكل لأصحابها الكاريزما التي تحددها سيارته الخاصة في ملابسه ونوع الموسيقى التي يسمعها، لتكتمل بذلك الصورة الذهنية لدى المشاهدين عن هذه المركبة الكلاسيكية. طبعا هي هواية جميلة يمتلكها الشعب السعودي ونفتخر فيها كونها تقدم رسالة هادفة ولا تضر المجتمع. والله السيارات هذه حقيقة جذبتني، مرت علي يعني قبل 50 سنة، زي الفلوكس واجن اللي في المقدمة هذه، ولا الشفرات هذه كانت مع الناس التجار والناس الكبار وكذا، أخبرها زمان في الطائف مكة جدة، وحقيقة أني من في العصر وأنا ألف على السيارات هذه، من يعني مرة كان في ناس من أخبرهم أنا كان عندهم السيارات هذه موجودة، زي الفلوكس واجن هذه كانت مع ناس من جماعتي وأخبرهم كنا نتجمع فيها على صغرها يعني. كما أنها حظيت هذه الهواية بجمهور مختلف جدا وغير مسبوق، وهم كبار السن الذين يشعرون مع هذه المركبات بشيء من الانتماء والعودة بهم إلى تاريخ وذكريات سابقة في مراحل الشباب والصبا، التي تعتبر المرحلة الأهم في حياتهم بكل تفاصيلها ومكوناتها، وكذلك السيارة التي كانت حلمهم ومبلغ آمالهم. إذن ها هي السيارات الكلاسيكية باتت إحدى هوايات الشاب السعودي من منطلق هادف وبرسالة سامية. القناة الإخبارية، عبد الله العبيد، أبها.